السلام عليكم، إيش حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير. I'm receiving a lot of requests from YouTube followers and Instagram followers that you would like to have more videos that has subtitles, like an actual or real movies, series, films, advertisements, but with the subtitles. So this is a Fannan series where I'll be providing you a lot of content with the subtitles. But I'll be different than others, and I will offer you something more special than just subtitles or English subtitles. So you will see on those videos that you will have a subtitles in English, in Arabic, and in Arabizi. So I want you to offer the best thing for you, where you can learn in your own pace. And those videos are dedicated for all our students who supported us through all our journey to promote Aramsa Institute. And this is the simple gift that I can give you. Those videos could be songs, could be films, could be advertisements, could be Emirati series, or even Sheikh's talks in the government summit or other organizations. So you will be able to have access to those videos for free for you. The only way that I know that you like the video is to see the number of subscribers in the channel. So the more subscribers and the more good comments that I receive, the more that I will have it to you. I hope you enjoy it and share the comment with me at this video below. Shukran and enjoy the video. Bye. في العشر سنين الجاية بقيادة حمدان ومكتوم أن الدوائر المحلية تنجز إنجازات ويكون هناك برامج وأفكار ممكن تطبق، يعني على كل دائرة أن تقدم في كل سنة على الأقل ثلاث برامج أن تطبق. نحن يعني out of the box، معناها أن نطلع من حدود الروتينية ونتقدم. والحمد لله فكر الإنسان يعني ما له حدود، فنحن لابد أن نكون الدوائر المحلية أن تستعد، لأن العشر سنين الجاية ما بالله حمدان ومكتوم بيتابعكم، أنا بتابعكم بعد. ف نقول على التفكير والتخطيط، أهم شيء هو التخطيط. بعطيكم مثل عن التخطيط. نحن الأخوان في أبوظبي خططنا أن عندما ينزل أسعار النفط يكون الدولة ما تتأثر، واليوم أبشركم دولتكم أقل تأثر بانخفاض سعر النفط. هذا يعني التخطيط. الخطة الثانية، درسنا حاجتنا من الطاقة في 2050، ومن اليوم نحن نخطط، لأن في 2050 يعني كانت بتكلف 1300 مليار، اليوم بتكلف بعد التخطيط والدراسة بتكلف 600، يعني في أن تقدم في التخطيط والتركيز. فهذا اللي يعني أنا أعطيتكم هالمثالين عشان أنتوا كيف تفكرون، وكل دائرة بتكون تراها متابعة، وأنتوا
كثير منكم ماشيين صح، وأنا أطلب من حمدان ومكتوم وأعضاء المجلس أن شوية يجدوا، نبقى نشوف اليوم هذا يعني الاجتماع كيف كان العام وكيف كان اليوم، وشوفتوا الحضور والناس مهمين اللي جو هني لأن يريدون يتبادلون المعلومات، نحن نتعلم وهم يتعلمون، نحن عندنا تجارب وهم عندهم تجارب. فكلام المهمين جدا اللي تكلموا أمس كان مهم، وبالطبع أنت لما تسمع واحد تأخذ منه فكرة على أنه والله يمكن تفيدني هالفكرة أو غيرها، فلا بد نشد الهمم لأن هذه بلدنا ودامنا على رؤوس العمل، لازم تجتهدون تجتهدون وتنجزون. وخلاص أنا أنهيت من كتاب الآن تحت الطبع وبعد أيام بيكون بين يديكم، تكلمت فيه عن القيادة والإدارة، لابد لأن الإدارة مهمة مثل ما تكلمت عنها أمس، والإيجابية والسعادة. عسى يكون منفعة لإخواني وأخواتي. شكراً.